مش عارف ليه بعض من لا يشجع النادي الاهلي واخدنا في سكه ان الاهلي اتغلب. الاهلي ما اتغلبش بالمناسبه، الاهلي تعادل. الاهلي تعادل في مباراه كان من الممكن ان يفوز بيها بعدد اكتر من هدف او اتنين او تلاته وخارج ارضه. وخارج ارضه. البدايات بتخلينا كاهلاويه نبقى مبسوطين الفتره اللي بعد كده او مطمنين على الفريق الفتره اللي بعد كده، ولكن خد بال حضرتك ان انت عندك مباراه لسه يوم 23، عندك لاعبين بره الفريق مصابين او لاعبين لم يتم قيدهم، ان شاء الله سيتم قيدهم في دوري المجموعات، عندك بعض اللاعبين المصابين اللي اتكلمنا فيها، ارضيه الملعب بقى والحراره والكلام ده، ده كلام عفى عليه الزمن الحقيقه ومش عايزين نتكلم فيه لان النادي الاهلي بيلعب في افريقيا شوف من سنه كام وبنفس في نفس هذه الاجواء والناس كلها عارفه الاجواء. وعلى الرغم بالمناسبه وانا بشوف ركله الجزاء، طبعا ركله الجزاء صحيحه 100% والنادي الاهلي في ظل ان هو ما كانش كويس في هذه المباراه له ركله جزاء اخرى كان ممكن يطلع 2-1 او 2-0. يعني علي معلول احرز هذه ضربه الجزاء دي، وبعد كده محمد هاني له ركله جزاء واضحه او اكرم توفيق له ركله جزاء واضحه 100% 100%. وانا الحقيقه مع مستر بيتسو موسيماني في الكلام اللي قاله امبارح في المؤتمر الصحفي، هو فين الفار؟ هو لماذا لا يتم تطبيق الفار من دور ال 32؟ هو دور ال 32 ده عيب مثلا ولا حرام؟ وبعد كده الادوار اللي بعد كده هي اللي بتبقى كويسه؟ حاجه غريبه جدا، يجب ان يتم تطبيق تقنيه الفار خلاص بما اننا بنستعين دائما بتقنيه الفار في العالم كله، فنبدا من دور ال 32. الاتحاد الافريقي الحقيقه قادر ان هو يعمل كده وعنده من الفلوس الاموال ان هو يقدر يعمل كده ويجيب حكام تانية ويشتغل على ان هو يحط فار في كل في كل الملاعب. ودي كانت بالمناسبه وعود باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي الحالي. فنتمنى، هو بيقول ان الفار او كان بيقول يعني ما قبل انتخابه ان سيتم تطبيق الفار في كل المباريات وفي كل البطولات وفي وفي وفي، وامبارح لو كره زي دي وفي فار كانت ما اتحسبتش ركله جزاء. ده واضحه 100%، واضحه ما فيهاش اي كلام. بعيدا بالمناسبه هو ليس تبرير، وبعيدا عن ان الاهلي احنا متفقين كلنا ان الاهلي ما كانش لعيبه الاهلي ما كانوش في يومهم امبارح وكل الكلام اللي احنا بنقوله ده، ولكن هل احنا مالناش ركله جزاء صحيحه 100% غير اللي اتحسبت؟ ليك ركله جزاء صحيحه 100% من غير اللي اتحسبت. هل حضرتك ما كنتش تقدر تجيب هدف واثنين وثلاثه؟ كنت تقدر تجيب هدف واثنين وثلاثه خصوصا الشوط الاول اللي كان افضل شويه من الشوط الثاني، ولكن الفتره القادمه هي دي ركله الجزاء اللي انا بتكلم عنها. بصوا حضرتك عامله ازاي؟ يعني خلاص اكرم عدى، ده النجيله طلعت، ده النجيله طلعت، ده النجيله طلعت، وركله الجزاء صحيحه 100%. بعيدا كل شويه هقول هذا الكلام، بعيدا عن ان النادي الاهلي كان وحش في هذه المباراه، ولكن ده حق، دي حقيقه اللي حضراتكم شايفينه ده، ان هذه ركله جزاء صحيحه للثانيه صحيحه للنادي الاهلي ولم تحتسب. حرام ولا مش حرام؟ ما هو ممكن كنت تجيب الجون ده وبعدين يخش فيك جون تاني تعادل مثلا، لكن انا بتكلم ان ليك ركله جزاء. يا جماعه يعني تعبنا من موضوع التحكيم في افريقيا وفي مصر وفي كل حته، الحقيقه النادي الاهلي بيظلم بشكل واضح واضح مع الاعتراف ان النادي الاهلي كان سيء امبارح او ما كانش اللعيبه كويسه، عشان ما حدش يقول لي انت بتبرر. انا ما لا ابرر الاداء امبارح، ولكن انا كل اللي بقوله يا جماعه احنا لينا ركله جزاء ثانيه يجب ان يتم احتسابها، ولو تم احتسابها كانت الامور هتبقى افضل كتير من الشكل اللي احنا شفناه.